قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا وأن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. أما بعد، وحنكب الله بينا إن شاء الله تعالى عشر كمان تهديلا هدمو آيدا أفرتن إيا السديدات سديد أفرتناد من سورة الزمر. سورة الزمر آخر كيدي بان كجرني وحو إلهي سبحانه وتعالى أوليهي أصدقوك هلا يا آخر إيو آياتيك دنبادتك وحي لكل ميان. وبدأ وحا مغضي لهم أياغا سيئات ما كي حمدي سا مغضي كسبوا أي شقيستين وحاق أي نزل وحا كسو دقي وحاط وحا كوبي بهم أيغا ما شيقي با كوبي أما كيبا كوبي كانوا أهيان بها أسقا يستهزئون أي كوشي سيين إلى سبحانه وتعالى وحولي أيد داني أيد وهر إذو مارتين لحريرته. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون قيامك لقارو دتك قال ذا دتك مارت حد قد بي الدنيا ذا وحين ملينا يين وحان أهين بأمه قنية إن لحساب الدون أم لين مين إن عذاب لكل ميان أم لين مين لكن وحان مسكح ذي مان كود عن كسوة دعينين ويسان ديار وأهين أيا كور إيمان أيا وحيالا كور إيمان أيا بولاهي نوش يقيا سبحانه وتعالى وحيالا سأيني مارتي حميدة السمايين يدن بيقى قلين يا وحي شقيستين لما الظلمينين يا وحي شقيستين أيا مارتي لوقبنا أيا وحنا دين اول بكهر رينيا دينتي كوتشي سياسي جيران اي عاجلي جيران اي كو عياري جيران وكشيغي جيران اي دوري جيران اي مبادئ اي دوري جيران حقهت الى وحليه وبدا وحا مغضي بدا بمعنى ظهر وحا مغضي لهم للظالمين ولو ان للذين ظلموا ورا لو يرمات ضميرك على لو علينيا ظالمين كوي ظالمين لهم اي للظالمين ذاتك ظالمين تا وحا أمغضي سيئات ما أي سيئات الذي كي حمديس كسبوا أي شقيستين سيئات ما كسبوا وحا لوتي ذا جزاء سيئات ما كسبوا وحا شقيستين حمدي ذي أبا المركدي أيا أسمو قتبوا إله إليه سبحانه وتعالى سيئات ما كسبوا مركا الجزاء من جنس العمل ويان وحي شقيستين وان با لو قوين ايا لو ابا المرين ايا سيئاتك جمع سيئة حميدة ايا سيئات با لو جمعيا وحانا سيئة اللي جرادة لو يري لأنها تسيء صاحبها يوم القيامة ما انت قامة قفو مركو لكل مو ايا ارين تاني وحي كنو قنيسة ارين كان نحيسة وكارقا قحيسة قفك ينو قنيسة مركا وحي شقيستين بالله قبنا يلا ما الظلمين جزاء وحويان سيئات ما كسبوا ماذا اسم موصول كدك أما نكرة موصوفة كدك بدار سيئات ما شيء مارتي حمدي سأبا المركي دبا أمو قنية شيء قاسو كسبوا أيقو أي شقيستين وكسبوا دي ويان لكن لما الظلمين أيقا شقيستي سيئات ما كسبوا إنسان كوحو شقيستو وحا أقويني وإله عبادنا وعيد أقدره سبحانه وتعالى وإله عدل عابده سبحانه وتعالى مركا الشرك قودي أيا مارتي أمو قنية وأدوية أي شقيستين مركا سيفرت لحدة كقلين أيان وإليه يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا
الله من العلي آياتك إلهي ما بينينه بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل سيده سبحانه وتعالى وحأم غضا وحي مارتي أي هراء قرنجران مركا سيئات ما كسبوا وحي كسبدان شقيستين حميدو ذي قرار كودي أي أم قنية مارت أو شركياتك يا كفرياتك إلهي كفوغان شيس هذا وحاق وحا هريري حاق بمعنى أحاط لغدا والي هذا وحادين عوال بابا كهريرين أيه وحاق وحا لذا حاق بمعنى نزل وحا كسو الدقي بهم أيها وحا كسو الدقي ما أي شيء كيبا كسو الدقي أحاق بهم الذي كيبا كسو الدقي كانوا أي هايين به أصدقى يستهزئون كو كتش جيس يستهزئون هو كتش جيس جيس شيء كيبا كتش جيس يعني نبي كو كتش جيس عليه الصلاة والسلام مركا عيد النبي كتش جيس ته كفر يقال لما ويان كفر قاسي مريه كتا شيء اللوغة ديقي أركيب مركا كسو ديقي يورين عوال بكهر يريي نبي كان عليه الصلاة والسلام وحي أورانا يقول نبي كتش جيس هذا الذي بعث الله رسوله ما كان نبي نما الله صوت ديري بأورانا مارت مكان با إلهي دين صوت ديري نبي كتش جيس عليه الصلاة والسلام نبي وحي كورنا يان واسحر ولو ويان وحي كتش جيس عذابك يا قيامة دعتان كيده متى هذا الوعد إن كنتم صادقين أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا ساس بيورونا يا مات هيهات هيهات لما توعدون مركب وحي كشك سنايا قيامة دعتان كيده عدي أشي أكتول لي راد والذي صوت صار يا والذي الحساب يا رب سور تاقي سينا وعجي لي أنا كوشي سيسي ينقفك وحي ورانا يا محا نوشي قيسا وحن معقول بانا هم بين نوشي قيسا مركب بحقيقة واركيان حتى عذابك إلهي سبحانه وتعالى وانا قيسوا مرنا سورة صات عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب من إلاد مارت إلا عذابك شيقي سنو سود دجي أنت الحساب كالقار مارت أي ورنا يا مارت اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء سورة الأنفال نوكس أمرنا بك هذا لدى القرآن كله هذا لدى أكوش يا سبحانه وتعالى إن بدأ أكوش يا سيسيين وحيالها أكوش يا سيسيين وكفرك وحكم إذا إيمانك يا إسلامك يا مؤمنين تين أكوش يا سيسيين غر هؤلاء دينهم كانوا من الذين آمنوا يضحكون مؤمنين تكو قصص ليين ومارت أكوش يا سيسيين ما لنت قياما لكن مركا لقارو حقض وعاداته وحي مارا تمالين يين وحن أهن أمو غطو ما أنت صغير يانو قد جاءت رسول ربنا بالحق مركاس اللي أفصحر هذا كان مسحرا هذا بقى رسوش وحي نوشيك جنا وارون وحق بينه لي مادن ما أنت صغير يان ما لن أي سنة مارتي وحبا أي سنة أنفعين ما أنت سأم أي ويان بركايات كإله سبحانه وتعالى قرآن كو أسرع سرمينا يه إن بدل بالوقف فهي قالوا صي حق أو تشيسان مؤمنان تأو تشيسان يعني مارتي قيامة أو تشيسيان أود إلهي سبحانه وتعالى أو تشيسيان الركبة المهم هريرينا يدنع والبابا إلى أرض اسمه نوشيك سبحانه وتعالى سنو لو كقديقه وضاس إنا لقادنين وضا قدع رأه وضا ظلمئه وضا حنويين ثم دبديتو حان الله وشيك يا أنت دبديتو حان إلهي كهلا يا سبحانه وتعالى إنسان كعادة أولي هي عادة سنة عادة حنو أي طهي مارتي فإذا مس الإنسان إنسان كهدي أو طابته طاب شدب في بعنا فإذا مس فإذا أصاب بيان إنسان كدو قدعه ضر واحد باتاه هدي إنسان كجاران إلى وحوليه دعانا وإن بري إياه وإن طوق إياه وعلى عليا إنسان كوحي رادي قد أحير مدوه على على كيس ما الله يقول له هلي ماي وطبعا هذا إنسان كويان وحكى ضعيف صن وخلق الإنسان ضعيفا وحكى ضعيف صن مارت أسوه والولي والبهار وقالي ومقرن إنسان أي إنسان كأركيسا وحي روطابتي مارت اللي باتي يردي سوه قارت ثم الدبادات إذا خولناه إنسان كهدي نصينه نعمة برواقة برواقدا سو منا انغا حقنا كاتي دبكي كقادنو دبكي تابتي وناغ اوغو بدلنو قال انسان كو وحو اورنيا انما اوتيتو انغا واليسيي نحريستاني على علم اوقون حرف نمديدا اي دد نمديدا ايان كو غاراي وا مرقمال بان اهب اورنيا ما نكاسي مغر انسان كو دبعيغي سو اساس ويا انسان كي ايسان تاب منهج كالهي وسن تابن انسان كي ان كتاب كالهي اوو غانسمينن إنسان كان إيمانك يالن أسل كيسو وتسار ويا وحويا وضفرتان بدنيا هاي إلهي النعمة دي سبحانه وتعالى بل إسكدها فإن إمارتي علمي وقون لقوسيي هي أيضو إرقان أويري أما النعمة لسيي فدنة وامتحان ويا ولكن أكثرهم لكن دتك بدن كودو لا يعلمون أنهم مفتنون إلا امتحان يوم قرن أيام امتحان كجران
dadka badankoodu ma ay garanayaan buu ilaahi leeyahay subxaanahu wa ta'ala in yar baa garanaysa bas dadka mid ah ayadani ayadoo kalaan hore u soo qaadanay bilaawgee suuradda suuratu qasasna waan ku soo marnay ayadoo maaragtay qaaruun noocaan oo kale laga hadlayo sida ayaduba ay tilmaami doonto ilaah wuxuu leeyahay faidaa massa alinsaana insaanka hadday taabato faidaa massa alinsaan insaankaas hadda waxaan ku wadaynaa bini aadamka dhammaantiis baa noocaan ah jinsi linsaan lanna dabeecada basharka ayaa saas leh waxaa ka baxaya qofka muuminka ah isaga muuminka waxa weeyaan ilaahi nicmadiisa ku shukriyaa subxaana wa tacaala allana waa uu qiran yahay wuxuu siiyo maxaa yeelay isaga kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa saafi yeelay wailaa dabcigiisu jasaarinima ayaa asal u ah insaanka dabcigiisu waa noocaas weeyaan inuu inkiro nicmooyinka ilaahay subxaana wa tacaala ku gacan sayro iyo inuu hilmaamo in loo nicmeeyey kallaa ina alinsaana layadqaa an ra'aahu istaqna oo kale weeyaan faidaa massa alinsaana insaanka hadday taabato culimada qaarna insaanka gaalka unbay ku yidhaahdeen oo maaratay marka qaarkood insaanka gaalka lagu soo koobi karaya laakiin saan sheegnay waxa weeyaan waa ciddii aan maaratay aan kitaabka ilaahay sunnada nabiga raacin oo iimaankuusa qalbigooda taaban insaanku idaa massa alinsaana wixii taabanaya waa dur dhib weeyaan dhibkaasi noocyaashiisa kala gedisan midkood meesha doona ha ka yimaado caruur la-aan ha noqoto maaratay xoolo la-aan ha noqoto dur oo xagga caafimaad la-aanta ha noqoto maaratay cabsasho iyo baqid ha noqoto noocay doonto durku ha noqdo durku waa kale noocyaal kala duwan weeyaan waa nakira weeyaan waa nakiratu fii siyaaqi shardi tacum haddii oon dur ow taabto midkuu doonoba ha noqdo dhib ow taabto dacaanaa ilaahay wuxuu leeyahay waa inoo calacalaya subxaana wa tacaala wuu ina barayaa waa inoo calacalaya gacmuhu inoo taaganayaa ilaahay waxa uu leeyahay maaratay halayga qaado dhibkiiba maaratay qayladiisa meel laga galo yacaadkiisa meel laga galo la heli maayo cinda shadaa'idi yalja'u ila allah caza wajal markay dhibka ku dhaco alla unba u cararaya walow xataa inuu gaal uu yahay hadaa ratid waxa weeyaan my god isagoo dhahayad arkaysaa fahmaysaa ilaahay subxaana wa tacaala isagoo inkirsan buu haddana eregaas markay dhibaato ku dhacdo isagoo saas u qaylinaya lanahu daciif weeyaan insaanku dad fara badan oo maanta waxaa khatar kasii la yaab leh gaaladii hore hadday maaratay dhib ku yimaado rabbi bay u carari jireen wax kale waa hilmaami jireen laakiin dadka qaarkood maanta hadday dhib ku yimaado cid kale bay u cararayaan awowow uu ku leeyay maarata awow muxuu ku hayaa ilaahay baa subxaana wa tacaala ku anfacaye rabbiga maaratay u yeero isaga cusko subxaana wa tacaala iyo wixii la halmaala faidaa massa alinsaana duru dacaanaa uma idaa khawalnaahu uma dibadeed idaa khawalnaahu idaa acطaynaahu haddii aynu siino idaa khawalnaahu insaankii haddaynu siino maxaa la siinayaa nicmatan nicmo haddaynu siino maarta khawala bimacnaa acطaa laba mafcuul bay qaadanaysaa meeshan mafcuulkeeda horena waa khawalnaahu damiirka kan laba waa nicmad weeyaan idaa khawalnaahu uma dibadeed idaa khawalnaahu insaankii haddaynu siino nicmatan barwaaqa haddaynu siino nicmadan loo jeedaa waxa weeyaan waa zawaalu darar dhibkii hayay haddii laga qaado xanuunkii baa laga fujiyey dhibkii haya baa ilaahay ka qaadaya subxaana wa tacaala barwaaqa ayuu ugu bedelayaa fakri buu ahaa xoolaha la siiyey maarta waxa weeyaan waa jiranaa waa la caafimaadiyey caruur la-aan buu ahaa caruur baa la siiyey dhib baa haystay dhibkii baa laga qaaday cabsi buu ku jiray cabsidii nabadgeliyaa loogu bedelay uma idaa khawalnaahu haddaynu siino nicmata barwaaqo barwaaqadaasoo minna xaggana ka ahtay cid kaloo keeni kartaa ma jirto ilaahay mayaane subxaana wa tacaala walidalika jamiicu nicami min allah caza wajal nicmooyinka dhammaantood xagga ilaahay bay ka yimaadeen cid nicmo keeni karta oon alla ahayn ma jirto subxaana wa tacaala wamaa bikum min nicmatin fa min allah wixii gallad ah iyo wixii barwaaqo ah xagga rabbi bay ka ahdeen subxaana wa tacaala jala wacala ilaahay baa fudeeyey ilahay baa keenay jala wacala sidaas baa loo leeyahay khawalnaahu nicmatan barwaaqo haddaynu siino oo minna nicmadaasoo minna xaggana ka ahatay insaankii habar wacanayay oo insaankii walaacayay shalay markii loo barwaaqayo xaaladiisa la bedelay qaala wuxuu yidhi inamaa uutiituhu aniga oon waxaa laysiiyey nicmada uutiituhu ay nicma barwaaqadaasi waa laysiiyey calaa cilmin oqoon dusheeda oqoon dusheeda maxuu u jeedaa dhowr waxyaaloodba waa dhici karaysa insaanku calaa cilmin intee loo jeedo inuu yidhaahdo calaa cilmin min allah biannii astaxiqu dalik
إلهي با وحو أوغي هاي إنو أن أنوغ متايستو مارت مفكي أهل أه إن أن أنوغ أهي مارت ومركاس إلهي سبحانه وتعالى بكو قل الله يسنى يا نعمة داني مارت ربي با إنو أساق مارت وصو مارت أوكياني محايا لأي نكي متايستينو يه وهذه وحوية ومصيبة وين ويان إسانكو مركو نوعا أوغارو كبر يسلقب ويني با كدالا نيسا سيف قارون آن كسو مرني إنو هذا كور ويرمات إنما أوتيتو على علم عندي ها إنو ساسو كلا ويرمات قارون وحد إكرا يسا إنما أوتيته إنما الذي كي أوتيته ليسي إنا يتهي على علم أقوان وأنيقا عندي أكتدا هاتويان وأنيقا أيا كسبضو شقيستي حرف نمدي إذن كوكاري معنى دوايا مركا وحولي هاي مارت إنن برطي بانا حرفت سيد الله شقيستو جامع دان أوغا صواب بحي آه وحوليان أنيقا قرانا إيو عاقل بانا هايو آه ما قرانا يسا سيد الله شقيستو إيان قرانا إيان marka faan inuu cilmi yeesho insaanku marka nooca marka uu fikirayo ayduna waa tacajub naftiisa isla yaaban yahay oo isla qabweyn yahay marta in insaanku marka nicmada haday jir hadaan ilaahi subhanahu wa ta'ala khayrka waafajin nicmada waa ku kitso ma waa ku fidno ba marta nabiga nuxu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam niman la imtixaamo fuqara ah jiray jirkana waa ka jirnaay xoolaan ba waa hayeen xoolihi ba xoolana waa la siiyay cudurkana waa laga qaaday waxa la suugu daray cudurkii laga qaaday iyo xoola la siiyey hadhowbata la damcayn la imtixaamo ninkii xoolaha badnay la siiyey cudurka iyo baraska laga qaaday marka la weydiiyey leeyahay war sadaqa iska bixi yar ma garanaysa ilaahay ku shukri subxaana wa tacaala in miskiinoo sidaad oo kale ah oo waqtigaas horsa u jiraan kale u jiraan baa u baahane wuxuu yiri maarta xoolahaane faqriba weligay ma arkine inamaa waristhu kaabiran can akaabir ab iyo abbaan ba kasoo gaarnay yuri awoogay baan ka dhaxlay buri maarta ninkii faram maraysu sax ma awoka waan kasoo gaaray labaduba noocaas ay ku jawaabeen waxay ku tusinaysaa insaanku marka shalay sidoo ahaa marka waxa ilaahay uu ka bedelo xaalkiisa alla u shukrin maayo subxaana wa tacaala ilaa ilaahay cidii la doona mooyaan cid ahlu khayrka ah hada min fadli rabbi liyabluwanii ashkuru am akfur haddii xoolo lagu siiyo caafimaad lagu siiyo cilmi lagu siiyo caqli lagu siiyo nicmo ilaahay ku siiyo muminku wuxuu leeyahay waa nicmad ilaahay siiyey subxaana wa tacaala ilaahay baana ku mahadsan jalla wacala waxay maarata rabbi ugu dhowaanayaa ilaa ku caasin maayo nicmadiisa subxaana wa tacaala marka muuminka waxay kula duwan gaalku saas weeyaan gaalku wuxuu leeyahay inama utiitu calaa cilmi cindi sasacma aqoontanada xadaladan ku gaarnay jahliga waan ka raynaynaa waxa weeye cudurka waanu tirtiraynaa waa dabar goynaynaa waxa weeyaan hadalkaas waa hadalkii maarata dadka calmaaniyiinta ah oo iimaanku iimaanka lahayn hadalkoodii weeyaan maarata laakiin muuminku saas ma aha muuminku rabbi ba maarata awoodda u qirayaa wixii ilaahay nicmaha siiyo inuu alla siiyey subxaana wa tacala shukran uga baahan tahay alena u tala saarto subxaanahu wa tacaala inama utiitu calaa cilmin cindi naka waa fikraddii gaalada weyaan awooddayda ayaa laygu siiyey iyo xoogayga muruqayga wixii lagamida maartay intuba waxa weyaan waa gaalnimada hadal gaalka hadalkiisii weyaan inamaa utiitu calaa cilmin cindi ilaahay markaa subxaana wa tacaala fikraddaasi asagoo saxay dadkan uga digaya ayaa wuxuu leeyahay bal iska dhaafi cilmi ou leeyahana laguma siin oqoon ou leeyahan laguma siin darajo ou mutalan laguma siin hiya ayadu nicmadan barwaaqadan la siiyey xaaladiisa la bedelo dhib laga qaado nicmo loogu bedelay fitnatun ay ikhtibaarun wa imtixaan waa imtixaan iyo maaratay imtixaan iyo fitnad weeyaan imtixaan buu ku jiraa qofkaani hiyada damiirka uu celi hadalka uu yiri inamaa uutiituhuda u celi haddaad doonaysa oo maqaalada ah hadalkan uu yiri cilmi baa laygu siiyey anuga aan leeyahay ayaa fitnatun ah ama hiyada waxaad u celisaa xaalad xaaladiisa la bedelayo dhib laga qaaday oo barwaaqo la siiyey xaaladaas uu ku nool yahay fitnatun weeyaan imtixaan iyo ikhtibaar oo min allahi subxaanahu wa tacaala xaggiisa ka ahda weeyaan qofku waxa dhici karaya cudur inta laga qaado caafimaad la siiyo asagoo asaga lagu fiirinayo bal inuu ka shukriyo in kale ee lagu imtixaamo waxa dhici kara marka imtixaankan ku dhaco qofkaas ma garanaysaa oo isla wey qab weynaado ou hilmaamo waa dhici karaysaa asagoo faqiir ah oo gacan maray baa ilaahay subxaanahu wa tacaala xoolo siinaya gani ka dhigayaa waa lagu imtixaamayaa uma nicmadaasi waxaa dhici karaysa inuu qofku istidraaj kun lagu noqoto ay kadiiso ayaa dhici karaysa nicmada ilahay barwaaqada ilahay subxaanah wa tacaala ku dhacdo inuu nicmada macsi ilaahay maarata xoolihi khamri uu ku cabo xoolihi uu dadka ku dulmiyo xoolihi ma garanaysaa oo si xun ku takarfurfo yani waheysa iyo wax maaratay qoob ciyaara iyo fidnooyin iyo balaayo iyo hobollo iyo heeso iyo oo xoolihiisa ku bixiyo
هذا وحوية ومختبر بماله ومفتتن به والقف إني يقف كاس حولها ما قرنا إسح قفنا وحوي استعمال يا مساكين تقود تان كذا قانط عتري تان كذا مساجد الستان كذا إلهي سبحانه وتعالى ميره رالك إياه أيقوب بحين إياه قف كاس وقف كحوليسي إلهي سبحانه وتعالى تكون امتحان امتحان كي مارة تقول لي استوي يا مركا هي فتنة نحوي وعياد وامتحان ويا ذلك لا امتحان أيه ولكن أكثرنا أكثرهم ذلك ذلك بدن كذا لا يعلمون مؤق حولها اللسين إياه إن يكون امتحانيهن إن نعمة إله إن امتحان تعالى سبحانه وتعالى ولكن أكثرهم أدير لي ذلك بدن كود لي يري وحوي أقل لي يدو أنت ير أيا قرن يس نعمة إله سبحانه وتعالى يسير الله رقم ما يكون شكرا نعمة إله سبحانه وتعالى إن في النت هي امتحان تعالى دير بع قرن يا هذا كير أغلبية ذا إيه أقل لي يا كرته ما رتاي ما يجور تيجا أما فر بدنده dadku waxa weeyaan waa dadkaasi luma badana ma garanaysa dadka yarina waa dadka ilaahay yaqaana subhana wa taala rag qaar baa duceysan jiro dhay jiro allahumma ij'alna min al yaani aqalliyin aw min al ghilla allahumma ij'alna min al ghilla kooxda yar ilaawna gam digmaarta wala ij'alna min al aktharia aktharia ma xalooje da kooxdaas ilaahay ma subhana wa taala beenisay oo ayati ilaahay ku kufrisay subhana wa taala hadii marka la yiraado codha loo qaado shar ah soo sax ma ahan أغلبية ذو وحي شرطي دورنايا إلا إلهنا ونحرسهم ويان سبحانه وتعالى سادرت هذا أي دتك أهل خير كاهي ويريهن أدوية هذا أفر سورة مانتي نواسدا سويا وإدي إلهي خير وكد الله دورنا سبحانه وتعالى ولكن أكثرهم لكن دتك بدن كودو بن آدم كبدن كيسو إلى وحو لي سبحانه وتعالى لا يعلمون قرارا مايان نعمة إلهي نكون شكريان سبحانه وتعالى إلهي وحو سيئين سيوا ناسا واستعمالا قرارا مايان دراك دسك بدن كودو نعمه الله وهو كفريان سبحانه وتعالى كفر قد وحا لو جيدا جسر نمدا اي كو غان سيرتانكا يسخن لو استعماله ايا لو جيدا الى وعن لي سبحانه وتعالى قد قالها الذين من قبلهم قد قالها اي المقوله ارغا سدبهانتي وحا يري اني وحا يري انيغا حرف نمديدا نعمه لهو سيي وحانا وحا ويان وا خوغي مرقي ان شقيستاي ها نن متيستا ايانا هاي مال في عن بان كسو جيدا قد قالها وحويان اي المقوله ارغاس وحا يري الذين كوي من قبلهم ايغا كو ريي تظهر من قبلهم كو النبي عليه الصلاه والسلام جوغا اي وانا ما انت ان جوغنو كو كو ريي ساس بيرادين كقارون مثلا وسوره قصص ان كسو مرني انه قارون ارنتاس يري انما اوتيتو على علم ها انه ارنتاس او يري عندي قارون باير انما اوتيت على علم عندي بركه هلكاس الهي با كسو غوريه سبحانه وتعالى هران سو مرنا مرك قد قالها دبهانتي هلكا وها كو هادلي ضمير كما قولدان علينا الذين كو من قبلهم كو ان كهريي فما اغنى ما ايسن ديقني مترنين عنهم اي حقودا ما كانوا يكسبون اي ما كانوا يكسبون كي اي شقيستين وحوله اها وحبا ام قبان مركو عقابك عقابك الهي من سبحانه وتعالى فخسفنا به وبدار الارض اسغا إيه قصريسي يو مدحن ما خوليسي دلك لا جرى ما هي خولو قبتي مكا مو سو غرمدن خولو عذاب مي كعليه ما دبك الله ما الله بك دفاعين سبحانه وتعالى خولو ما هي قبن يا عافماتكم يكون دفاعين كريا عيدكم يكون دفاعين كريا وما يا حكو تريان ملح قد قالها الذين من قبلهم معنا احنا لا شغنا لا يرادو قالوا واسلم منهج واسلا ايديولوجيو واسلا اركتي وأصلح هذا الويان وأصلح عقيدة ويان كوه هذا ما دام النوع يكون هاللين وحويان كوه كهوريان نوع عنو كله هاللي ترى وقال ذي وراه أتواصل به بلهم قوم طاغون إن صدر دارمين بعد موديسة سيسو أفيهن لأنه عقيدة ذا مدودي منهج كذا مدوبي مركز رقم كنا مدوبي يا مركز مؤمنين توصل مرت أي ما يسويهن بقالوا أي ما يسويهن قد قالها مقولة سو حيري طبعاً الذين كوي من قبلهم أي كهوري إلى وحول يا سبحانه وتعالى فما أغنى أي فما نفع ماذا واحد كذك تنافية كذك هذا الضنطون استفهامية كذك معنوه وأسلم ماشي هذا شيء يدي يقال وأسلم جريجين ويان فهذا ترى هذا فما أغنى ما هي كأن فعري عنهم يجي حقه هذا ما وحي كانوا يهين يكسبون كوشة قيستا وكان فعي عقاب كإله سبحانه وتعالى بكمان في عويا والنفي لفتي استفهامك هذا ترى هذا ماذا النافية سعد وقلك فما أغنى ما يصنع في عين موسن ترينين عقاب إلهي كما الدفاع أنا ما حقه ذا ما وحي كانوا يهين يكسبون أو كوشقيست ما كي أي ما الذي كي كانوا يهين يكسبون أو كوشقيست أما ماذا نكرم وعكرك تا
فما أغنى عنهم ما شيقي موسى نافعين اللي كانوا شيء قاسوا كانوا أهيين يكسبونك وشقيسته ماذا نكره موصوف على قديك رئيس أدونيس مسترين حتى ولا قديك رئيس موصول على قديك رئيس فما أغنى عنهم أي عن عذاب الله بل وجد عقابك إلهي سبحانه وتعالى وحبه ونسترين ما كي كانوا أهيين يكسبونك وشقيسته حوله وحما أنفعيان عررته كدفاعي مايان مركي مقرانس عقابك على قصوات دونه ملكو مركو كوي ماذا مركي إلهي سبحانه عذرك وغرذيه مركي إلهي تبين له حولك قاضيه عروت هذا نكون في عمايان حولها كون في عمايان تلقى كون في عمايو أيضا كون في عمايان وحلا واحد سقيس تعبك وتر مايا حقويا عر أرك مارت نن أنت أسمع بقى وترين ما قرنا يا أود إسكال إلهي سأدرت إذا وقفكم مم من كوا حلو بهاي إلهي إنه الله أبطل سبحانه وتعالى السجى حقي سوء عروت جل وعلا إلهي وحولي يا سبحانه وتعالى ما دام أوناش يا وحي الله وحي شقيسين يحوله يا أود يو وحبا أنفع يا إنا يسنترين قارون مارة ميان فعل فرعون عيدا كيسي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت أورناي ميو حطرين عيدا كيسي فراب بدن أو كفانا يي أهل الكفر قد ما أنتوا تواساس ويا عيدا وحطرين ملاح فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وحلا وحي الشقيستين وحبقوا ما يسنترينين فأصابهم وحاقوا دعي وأصيبي سيئات ما كسبوا وحي الشقيستين حمدوا دي باكوا دعي فأصابهم جزاء سيئات ما كسبوا وحي الشقيستين يعني وحوي أبا القد كودي أيا كود عاي أو حمايبا كود عاي أيا قبطي مارت فأصاب وحاسيبهم أيا سيئات ما شيء حميدي ساكود عاي شيء قاسو كسبوا أي شقيستين شقدوا دي حميت أيا الله قبطي قال لماذا الشقيستين أي عقاب كذا وحكا لما ظلمين الجزاء من جنس العمل ويا أيا وحي الشقيستين وحماي مريه سيبه دميين ويان وما هم ما ايسان اهان بمعجزين الهي سبحانه وتعالى كواتاق درايسين كرانا ميسان اهان الهي عد عجزين كريس وطاق درايسين كريس ما ايسان جرين ما عد الهي كفا كان كرتاجرت سبحانه وتعالى ما جرت ويان وما هم ما دان مدي حجازية دهت باكده كرتا اي ليسوا ميسان اهان هما يقو بمعجزين اي بمعجزين الله سبحانه وتعالى إلهي جل وعلا كو كفا كان كريه ميسن أهانين مارت إذ كعرر كتا ما شرطو ما قررسا لا يفوتون عن الله أما إركا تشوغم ركا تشوغم أما إركا سالة هذين إلهي مركي أوصاد دونه سبحانه وتعالى أيا عقابك إلهي قبضان أيا سيدي كو كوري يبع عقابك لأو قبضي سبحانه وتعالى سيدي مذي كوري يوكالي وما هم بمعجزين أولا ما يعلموا ورمي سن أغين وابا أوتي إذان وارك يعني لأنه شيء مارت أن لا يكري كرينين أولا ما يعلموا ميسن أقون أولهين وإيسن أغين أن الله إلهي دبهانتي يبسط الرزق راشنك إنه باحد وينيسيو بلاريو لمن يشاء عدو دونيو ويقدر إلهنا كعريريو على من يشاء عدو دونيو سبحانه وتعالى يا راشنك قيبية يا رزق قيبية إلهي سبحانه وتعالى وحوين إنكم أقول لي إن ما أوتيتوا على علم عند دقني مديس إمي سعقل له أباهنا دونك إمي ساعة عقل ير ومارت إلهي حولي فراه وقلي سبحانه وتعالى مدوح عركيسة خيبة أن لقو آمنينين إيه حولي سفراه كبتين مدوح عركيسة حريفة إيه عقلي كبتي إيه اللباء الساري لا إيه باهم مقرنيسة واحد عركيسة اللباحي حوق ويناي وباهم ملي الله إيه مقرنيسة إيه مارت إدها عناية وبرواقية برور كجح جلال عركيسة راجنك وحويا كما حرة أود يا حرف نما كما حرة وصعما وإلهي دغدي سويا سبحانه وتعالى أرد سبحانه توصينا إسا قطرة إلهي عد مارتي إسر تاكر تأني سنترين قيبت إلهي ساسو إلهي أيو عمرك أسقا قيبية عرورت أسقا قيبية عفماتك أسقا قيبية راشنك أسقا قيبية وحويا خوانت لما أنت دوا قيبويا إلهي سبحانه وتعالى عدو مارت سينا وامتحان عدي لقى قادم وامتحان لبده وامتحانين مركا سؤالين تاسعرين إنسان كوصل إن كري كرين سو ما إلى وحول ليا ألم يعلموا هذا على هذا استفهام أو تقرير رويا وإن أرنت تاسعيد إن كري كرت لقى أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشة في الحياة الدنيا وحويا من حرس ربي قيبين أنا قصوا ما قيبين ما إلهي سبحانه وتعالى وأرنا عدنا إنسان دفري كرين رويا وعكسنا سقطرة إلهي هي ما ملك الله إنه ليه سبحانه وتعالى مركا دي وحلا قصيو ha u qaadanin dadka inaad kam ka sareeyso ama aad kam mutaysatay
لكن وامتحامًا تيجوا حلو سيا كم امتحامات هذه لجود جدًا وامتحامات ألم يعلم ورمي سن جرين سن أجين أن الله ربهان تألة يبسط أي بمعنى يوسع ويان إلهي إنه بحد وينيو بلاريو الرزق الراشنك رزق وحويان عافمات ورزق عرورت ورزق وحويان عمرك ورزق إلهي سبحانه وتعالى رزق يسب حد وياه راشنك ورزق ويان جرامها الجسين أيه يا ما أنت ما ترشنك أقول إجيه وقرن يه ويان إلهي بقرآن سبحانه وتعالى مرك إلهي يبسط الرزق راشنك يوب حد وينيا لمن يشاء عده وضونه محوصية وامتحانا من الله سبحانه وتعالى سيد القرآن كإلهي سبحانه وكل شيء يقف أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني إلهي امتحان ويان راشنك قال الصين أيوه لب حد وينين أيوه يا رزق كلا دوان إلهي سبحانه وتعالى دمانت امتحانا ويان مرت ليس بالحذق ولا بالشطارة صح عاقل نمو يعلم بدي يحرف معه لكن هو امتحان ويان إلهي سبحانه وتعالى وفقه امتحان ويان وحويا لمن يشاء ويقدر ألا وعريريا الرزق ويان على من يشاء عدو دونون وكو عريريانا ما يشاكو جرتا تيورا لغا فهم إياه إلى عدو دونون وكو عريرياه يقدر بمعنى يضيق إلى هو عريريا الرزق الراشنكا على من يشاء عدو دونون وكو عريريا إلهي سبحانه وتعالى أسكنا وابتلاء من الله عز وجل واختبار وحق إلهي فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه وأما الإنسان ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا سيدنا كان سوكا إلهي وحكوش لكي عد الله يرينا أيدنا وامتحان بيكو جرتا بل إنه صبرته كي لو بدينا بل إنه شكريه كي لو يرينا بل إنه صبره أيا مارت إلهي كفرنا يا سبحانه وتعالى مركا غنقو وحويا وإنه شاكريا نقل حوالها لسيا قفك اللقو عريونا وحويا وإنه صابريا صبر كأيا صبر كده فضي جسر أدب وينيها إلى وحولي إن في ذلك متك ربهانتي متك أسيب حويا اسم الشارع كلا تلمامي في ذلك البسط والتضييق ويا عشان كلا يسوف يسوب اللاريو بحد وين لسي يقفك حول الله بديو أما إن لقو عريريو لقود عريرياهي كاسي لآيات على مدو قطرة إلهي كتسنة سيأوغو سوغان لكن آيات كلا يحقوقات لقوم دات يؤمنون الرومين به بالآيات الرومين آيات قفك الرومين ما قررنسا لقوم يؤمنون مر على مركو قفك إيمان لي هاي إلهي آيات كيسو أركيا سبحانه وتعالى والرومين يا مركو إيمان كيسو وقاببا وحوي حقدا أصي عدانيس مركو إيمان كيسو تاك در راضوبا حقدا وكم مقنانيسا وحدوصا إيمان لهم بآيات كلا أركي مايو سبحانه وتعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون آياتك إلهي ديتانك وقفك رميسة مرميسة مركا وحويان شيقة هدي وصفك حقنك هدي وصف لغو تعالوتي لغو حريو هذا إيمانك يهنونك بالإسكو آياتك إلهي سبحانه وتعالى أركتان كده رميينتو ده أيها وحويان وحا لغو حري إيمانك مركا إيمانك هسي أي لسعون إنسان مركو كرن نغضو بطنة إلهي سبحانه وتعالى هنونك يسحوق بالله أركا آياتك مقرنسة هنونك سحوكين آياتك إلهي اللي أقاده مرة على مركو إيمانك هو صد عبا وحويان أود إله أركتان كده ويران إياه هدي إيمانك لن لوايونه وحويا قفكم مبر رمينا يا إلهي سبحانه وتعالى قطرة ديسة يا وديسة سبحانه وتعالى إن في ذلك لآيات لقوم ضد بأقو السغنطة ضد كاسو يؤمنون الرمي إلهي سبحانه وتعالى يا آيات كيسة يا كتب كيسة ذاك الرمي وحويا وحاقو السغن آيات قطرة إلهي أقرأ كريا يا ود إلهي سبحانه وتعالى أي أركي كريا مارتي إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم أرجى آية في كتاب الله علماء وحديثنا آية أقول رجدا بدن كتاب كلاه ويان آية دان ما قرنسا كسوران كايدا رجدا بدن كجيران هذا نوع آية أقول سيدران مارت إلهي سبحانه وتعالى أو سند أدو مديس أو سود ويني جوجل بالله ليك يا سود وهذا اللي ما سكست داعدين وما قرنا يساعد وضد أقرب حدين إلهي سبحانه وتعالى حقي سعيد أصول دقائقي إلهي جل وعلا مارت مهوتيو يسود وهذا اللي مارت حتى ولو دم بما مسك على لقشين وقصة حماسة مدين مرة هذا الله أصول لا بتين وإلهي سبحانه وتعالى يسود وين يا جل وعلا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه نبي محمد عليه الصلاة والسلام أي واحد يقول ليها قل وحات ترى ذا نبي محمد عليه الصلاة والسلام قلت أنا وحولك أنت بلغ جارسي ويا عليه الصلاة والسلام بلغ بأني أقول هكذا صان إن لا يهاي
الدومي ذا قارسي أيو الله إليه سبحانه وتعالى وحن ليه قارسي يا عبادية الدومي ذا الذين كواسوا أصرفوا حد قدبي على أنفسهم نفياشوا دوشوا حد قدبو لا تغنضوا هكاقوا صنينا من رحمة الله ألن حريسي سي قلدي سي برواغيس هكاقوا صنينا محايا لي إن الله إلهي دبهانتي يغفر الذنوب الدنبياشا يودافا جميعا دمانتوت محايا لي إنه ألا دبهانتي هو أسوء الغفور كيدا فتان بدن ويان الرحيم نحريس بدن ما إلهي غفوره الرحيمة دميقنا دافا نحريسنا بدن ما إلهي سبت كقوصنا يسين نحريسي سي سبحانه وتعالى كقوصنا نسعود وادا ليمارت دي بيضان لاي وادافا جل وعلا يا عبادي حوي عيدان وحور عبد الله بن عباس رواية صحيحة بخاري صور يبا شيغيس إن يكسو الدقاتي رق مارتي قالوا بي قال آيين قال لماذا كحيل دير هذا كفروا فأصرفوا في الكفر قال لماذا كحيل دير هذا فقتلوا فأصرفوا في القتل وحويا ندد بي اللايين وصحن بي اللايين صحن ما فزنوا وأصرفوا في الزنا ويزنا يستين زنا دي كفوا قادين بركا بركي وحي يدين تو يمادني حقه أي مارتي حق دمعينه وحي رادين والله الذي يقول محمد الله حسن نمحو الشيخ يا وحفي عن ويان هدي دمبي قال نجي نلورد عفلا هنا ما نكيم مارت قال لماذا كحي ذا يستوى مارت دت كلاية ودنوب توبين قال يا زنيستي هدي نلورد عفلا لها بركاس إلهي أيضا سودتي يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم نبي قلنا لليه قرسي أرد أسمارت إله سبحانه وتعالى وصل الله بتان وإله جل وعلا حرقي صوت قلان إله دم بيقود ورنوا ضافة يا سبحانه وتعالى وأنا حريسي سونا كل رقم يا جل وعلا نبي قلنا قرسي بالله عليه الصلاة والسلام آيات سيالو ليه قل نبي قلنا أشيك بالله قرسي إن أساس إريبوا ليه إلهي سبحانه وتعالى مركا نبي القرآن كلام بالله أمر إله وقرسي عليه الصلاة والسلام لكن آيات دان يا آيات كلام قل مركا ليه سجارة تنو قرسي بالله مات قل يا عبادي أدو مدي لي واحد كتير إلى وحولي يا واحد قرسي أنا لا يا عبادي أدو مدي لي يا عبادي ضميرك عبادي وحوية وإضافة ورسولك الله بن مش نبي قل ما أدو مدي نبي قل مخلوق أدو ما وماها نبي عليه الصلاة والسلام إلهي بالله مات واحد قرسي ذا أنا كنوع أنا يا عبادي أنا أدو مدي لي يا عبادي مكا إضافة وحوية إلهي بويا سبحانه وتعالى إله دتك أصول إضافين يوليها أدو مدي لي وكويد دمبابي حوين ايغو دنبابو هدان ادومد الالهيه سبحانه وتعالى مره يا فجار يا مجرمون دنبلا يالو ما له اورن مايو سبحانه وتعالى اي وحو ليهي ادومديدي يا عبادي الذين اسرفوا كواسوا حد قدبين على انفسهم في الكوت المصرف على نفسه خوفك وحيته نفتيس انه الى ليته نفت هذا وحل تعش خيرك لانه نفت هذا واديك وحتي عشاء ما تبرواقضة وحتي عشاء عافماتك وحتي عشاء خيراتك وحتي عشاء وحيك وانفعية سادرت إذا أسرك وقف وعيتها إنه نفتي سكو حد قد بمه إنه هلاك كل ذو ما قفك قال لمو يا معصيات نفتي سكو ريدا نفتي سيبه ومقران إسلام يلحن كطوري أسرف على نفسه كان وحضي نفتي سأيوك حد قد بيو مالحن بو كطوري لأنه عذاب بأسو جيدية كان خمرق عبايا نفتي سو مالحو قينية بركا قفك وحوية نفتي سأيوك مالح لاقلي ما أسرفوا على أنفسهم سأسألوا ليا كوحدة نفط وذي كوحد قد بيو نفط وذي بي ملحن بيقلية إيقلية نار بيوكحيين عقاب بيوكحيين عذاب بيوكحيين أسرفوا على أنفسهم أيقول نوع أسأيتها أيو لا إليا لا تقنطوا أكاقوا صننا من رحمة الله إله نحرستيس قنوطك وحال إلى هذا قنوطك وشدة اليأس يعني قوص شحنا قفك وقوصتي قفك وحيتها شيء هدو كرة تنقو فزعما شيء إنه كره تليقو، مركب وحكحون مشرتو إلهي إن حرستنا كره تليقتو سبحانه وتعالى دم بكسر صمي، لكن دم بكسرات صمي ذو معناه ذو حا كسر قطر صن ما لنت هذا ما حرست إلهي كره تليقتو سبحانه وتعالى إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون عد قالوا ذي ميانة عد كان حرست الله كمان قصت سبحانه وتعالى ما دام أضناش هاي وحون واسع كريسة وذا ضب كريسة مركا نحرست إلهي لقى قوسته هو من أكبر الكبائر دم بالله قال دون تقوين وحد عكر إبليس دتك قاركو دم بين توجليو هذنا أكو سواسيو وأكون أم ماتبة واسيو كربوب مركا قفكو ويراد لا أكتيسة نحرسكو ما تعلو صدق ما
haween qaar waxaan aragnay dambibay galeen dambigay galeen baa sheydaan wuxuu ku yiri naxariistan ba waadan kaga dhammaatay markaasay waasheen oo isku yaaceen sama de intaas ibliis ka rabay oo uu garanaysaa waxaa laga yaabaa dembigii dembi ka weyn uu sii galo markaas ibliiska uu doonaya maarta waxa weyaan dembi kastaba qofku waa ka soo tooba waa ka soo laaban karaya ilaahayna naxariista ka inuu ka quusto maahan qofku warka gaalhadnimo hadduu ku dhaco waa inuu gaalnimada ka soo laabtaa qofku ma garanaysaa maxaa yeelay ilaahay baa inoo cilaynaya subxaanahu watacaala laa taqnatuu ha quusanina min raxmat illaahi ilaahay naxariistiisa subxaanahu watacaala ha ka quusanina naxariista ilahay waa baacad weyn tahay markaasuu ilaahay usii ku cilaynaya cilo u sheegayaho si a u quusanaysaa maxaa yeelay ina allaaha inada iyo isimkeeda iyo khabarkeedu waa tacliiliya waa cille u taha maarta si a u quusanaysiin ina allaaha maxaa yeelay alle yakfiru dunuuba dembiyadu dhaafa jamiican ayuga dhaa dembi uusan alla dhaafin miyaa jira ma jiro dembi alla usan dhaafin qofku hadduu toobad keeno adduunyada xataa hadduusan toobad keeninin adduunyada uusan gaalnimo ahayn ilaahay waxa weeye hadduu doono waa dhaafaya subxaana wa tacaala laakiin qofkii gaalnimo ku dhaca iyo shirki wixii lamidihi waa inuu toobad keena intuusan dhimanin ka hor wa ilaa hadduu ku dhinto ilahay inuusan u dhaafin qur-aanku ku sheegay subxaana wa tacaala aayaddaas waa laga reebaya qofkii gaalnimo ku dhintay ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa waxa weeyaan wixii kasoo haray ilaahay waa dhaafa laakiin gaalnimo qof ku dhintay ilaah jala wacala jannaysa waa ka xarimay subxaana wa tacaala marka yakfiru dunuuba jamiican waxayaan dembiyada dhammaantood alla waa dhaafaa marka laga reebo gaalnimo qof ku dhintay waan ka toobad keenin lanna qur-aanka saa isfasiray soo ma in allaha yakfiru dunuuba jamiican tawkiidka saa loo adkay dunuubtuu dhaafaa jamiican ayagoo dhan buu ilahay dhaafaa subxaana wa tacala amaa wixii gaalnimo kasoo haray qofku hadduu si kasta dembi kasta galo ilaahay waxa weeyaan subxaana hadduu doona waa ka ciqaabin hadduu doona waa dhaafi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa wixii gaalnimo ka soo haray cidduu doono u dhaafaa ilaahay subxaana wa tacaala bayna alcadli wa bayna alfadli ba qofku ku jiraa markaas hadduu doono ilaahay subxaana cadaaladdu kula dhaqmaa waa soo ciqaabaya markaas ma kabacad dembiga laga soo mayraya hadduu doonona ilaahay fadligiisu siinaya waxa weya baa iska cafinaya subxaana wa tacaala isagaa ilaahay awooda leh jala wacala laakiin qof iyo usan oranin dembigan isaga jirayaaho maxaa yeelay in allaha yakfiru dunuuba jamiican ilaahay dembiyada dhammaantood waa dhaafaa ayuusan oranin maxaa yeelay kaasi waxaa ka dhalanaysaa inuu ilaahay makrigiisi ka nabadgalay ilahay dunuubta dhammaantood waa dhaafaa subxaana wa tacala lakiin adiga miyaa garanti lagu siiy si gaara miyaa lagu rebel waa lagu dhaafaya miyaad haysataa in lagu dhaafayo adiga maata waxa weeyaan falaa yaamanu makra allahi ila alqawm alkhaasir waxa weeyaan dadka makriga ilaahay subxaana wa tacala qofku maarta iyo ciqaabkiisa inuu banbaxo maaha taas yaa kuu sheegay inaad maarata iimaanku kaa gurayn yaa kuu sheegay inaad islaam ku dhimanayso haddaad macsida ku dhex jirto ma garanaysa garana marka qof inkastoo ilahay naxariis badan yahay subxaana wa tacaala laakiin waxaa kaga baahan yahay qofku inuu ilaahay xariggiisa dib ugu soo laabto oo cabsado ilaahay ciqaabkiisa subxaana wa tacaala ina allaha yakfiru dunuuba jamiica innahu haddana cillo kale waa lasii cilleeyay innahu dhab ahaanti alle huwa alle damiirkan huwada damiiru fasli baa la yidhaaho waa lasku sii adkaya jumlaa lagu sii adkaya innahu dhab ahaantii huwa alle algafuuru kii dhaafitaan badan weeyaan alraxiimu ee naxariis badan kufraanka iyo raxmada waa laisku xirayo dhaafitaanku waxa weeyaan waa dhinacii dhibaatadana waa lagaa dhaafin raxiimkuna waa dhinacii wanaaga xumidna waa lagaa dhaafin dhinaca wanaagsana waa lagu gaarsiina naxariista ilaahay subxaana wa tacaala marka ilaahi waa ghafuur siiqad mubaalaqa weeyaan raxiim waa siiqad mubaalaqa yacni waxa weeyaan ilahi wuxuu ku tilmaaman yahay dunuubta dhammaantood waa dhaafo subxaana wa tacaala low lam tudnibuu la dhahaba allahu bikum walaa khalaqa khalqan yudimuuna fayastafnuuna fayaqfiru lahum ilahi waa ghafuur waa dambidhaaf badan marka dadku haddaysa xataa dambaabi lahayn waa la baabin lahaa sadad dambaabe la abuuri lahayo maarta ilahay gacmo u horsada subxaana wa tacala soo toobad keena ilahay dembiga u dhaafo subxaana wa tacala ghafuur way kii astura weyaan dembiga raxiimna waa naxariis badan yahayo makhluuqaad fara badan oo dambaabo ilahay u dhaafaya subxaana wa tacaala naxariista ilahay waxaa kamid inuu soo hanuuniyo oo toobada kusoo duwo oo ma garanaysaa xaqa u caddeeyo naxariista ilahay bay ka mid tahay subxaana wa tacaala ilah u gaarsiiyo meesha ay doonayaan subxaana wa tacala ilahay noo dhaafo dembiganaga iyo dembiga waaridkeena ina huwa alghafuur raxiim ilahay wuxuu leeyahay wa aniibu laabta aniibu war laabta ila allah ilaa rabbikum rabbiga intii ka usoo laabta aniibu soo laabta irjicuu soo cuuduu ilaa rabbikum rabbigeen intii ka usoo laabta wa aslimuu isdhiiba lahu alla isu dhiiba min qabli an yaatiyakum alcadaab ciqaabku intuusan idiin imaanin ka hor uma dibadeed laa tunsaruuna markaa aan laydin soo gurman oo laydin gargaarayna ma garanaysaa cid idin hiilinaysaa markaa malah ciqaabka ilaa duu yimaada subxaana wa tacaala ilaah jala wacala wuuna amrayaa aniibu aslimu waa laba amar weeyaan
أمركنا واجب ويا إلهينا الله بنا ودنوبا كجرا ككين توبت كين ما نحرست كوا إلهي سبحانه وتعالى قرينا يا ما أنا يبو على ذي مرت ورلابت لابشاد وحويا مع سيد الله قال لابتو توبت الله لابتو دا عد إلهي الله لابتو إن لقال الله لابتو فقان شال لقى فقا ذي سودوان جيز الله صلى الله سبحانه وتعالى إن عقابك إلهي لقى عرره نحرستي صلى الله عرره سبحانه وتعالى أنيبوا إلى ربكم ربي جنيدنا أبو ري خالقيني سبحانه وتعالى أسأل الله أبطل الله بشهد أحد اللي وجد قلبك عماش قلبك ويا وفوكحهم هذا رب أقول الله أبطل وأسلموه قانسما الله ألاؤه قانسما دوشة سرنا قلبنا الله أقول الله أبطل دوشة سرنا أقول قانسما سبحانه وتعالى إن العقيدة دي وناسان رميسيت فالأهان أفلسيت مقرنسا هذا مقرن لذا وافي عنتا دينت وافي عنتا سوز عما وانا اقوى في عيني لكن اتخلاف ايس حويا ظاهر كاجي باطن كاجي بس خلاف صن وكاف بقرنا ايسا مركا ظاهرا وباطنا اله اسوال لابتا دوش الصري يهوس با اله اسوال لابتا حق يسو واللابتا لليه وانيبوا اي ارتعوا لابتا الى ربكم حيلا هو الذي رباكم هو الذي خلقكم والذي اوجدكم من العدم ربكم وياه اصيادا ابو ري اصيادا كياني انيبوا الى ربكم واسلموه قان سما الله ألنا بالطاعات وتنفيذ أوامره ضعوينك يا أمرك إلهي فلتان كيسا الله أقول لابتا وأسلموا له له وأسلموا أصافي يالا ولي بويا ماشي وحكو جرى مارتا إلهي أمر كيسا نصوص تلقو قيدنا هذا وحي الله سودة يا رسولك ليمد عليه الصلاة والسلام إلهي لقو عابده لهنا أي خالصنا أطهي سبحانه وتعالى وإلا عملك الأقبل ما يمارت وأسلموا له من قبل أن ياتيكم العذاب من قبل أن ياتيكم العذاب الله وضع في القطع الوجه وأنيبوا اللابتة إلى ربكم ربكم اللابتة من قبل أن ياتيكم العذاب عذابكم تصدقوا ما نكر وأسلموه قان سما الله ألا من قبل أن ياتيكم العذاب عذابكم تصدقوا ما نكر مقرنا إسا إذا جاء العذاب فلا يرد عذابك دوني ما ده العلم ما يمارت لكن أنتم صن عذابك إلهي دي سوق قارنين وحالا ذكرنا بأينا دي إلهي نقول لابتين أسقنا على سلي بتين سبحانه وتعالى من قبل أن ياتيكم العذاب ثم الدبادات هذه عذابك يماذو لا تنصرون ليدين هيلين مايو لينسو قرمان مايو عذب مارت عقابك إلهي سبحانه وتعالى تمنعون من عذاب الله عذابك إلهي الذي كعل المكريو يا دفاعي كريو عذابك إلهي ما عذبه دفاعي كرت إلهي سبحانه وتعالى أودي سعيد سمرتها كريس مركا كان صدادها ستين دك دقا ويا حدي آيد وحن نقول بورنيس المبادرة إلى الطاعات ضعوين كلو دك دقا مارت تصويفين شيطانك أقول بالرسا دم ما هي هذا ويا هذا اللابت إلهي سليبه سبحانه وتعالى حط دبيان لورد جنن مقرنسا واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن ياتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون إلهي عليا واتبعوا راع ربنا لهالله سبحانه وتعالى والراع إلهي ليا أحسن ما شيء كان أول أحسن أنزل لديتي إليكم أذنك من ربكم حقه ربي الذي كذا سودتي ما هو أحسن ما أنزل إلى ربنا هو كتاب الله وكتاب كان إلهي ويان سبحانه وتعالى وحل سودتي كي هو ناقصنا ويان بركم حنا كدونا يا كتاب كأنا ندبق قلنا كتاب كأنا أصدق أن هو جامينا معه وأنا أصدق أن هو جامي ويان زعما وكل دوان تأنا كتاب كهو جامي سين وكهو جامي زعما وكل فكتة زعما بركات هو جامينا يسيت أذو وحوى صار رب تدرو قرابة دويا كتاب كان هو قرابة ما أسوأ حما أسأل الله قد يكتب مارت واحد على أغسطس لكن واحد على أغسطس تلاقي له كتاب كوا أسأله إنه كوه جامي سو أسأله قدوني سأله قدوني سيدمع تدفر ربنا بع كتاب كله يجوه جامني وأنا أردها بسرقة ترى ويا سمع لا تدنوح هو كتاب كله يبقى جامني بقى واتبعوا لنا دي مارت راع وضبقلا واتبعوا راع أحسن ما شيء كان أقول أحسن راع شيء قاسو أنزل لديتي إليكم أدينك من ربكم حق ربك الله ما حاكونا أكثر ربي وحو سودتي وحالا سودتي ربكنا أبو ري ومسرح هذا نقراني ومقراني سام وحيدا نقراني أيا وحو لسودتي وحي أونا سنبو سودتي سبحانه وتعالى وحويا أحسن وحو أياه من حيث ذاته أسأل ذاته سوى أحسن ويا كان أونا سويا وحويا مرها كدلنا يا وأحسن وثمار مرها كوانا سنبا كدلنا يا وحكى قرآنك وحويان عد الرعدنا عد أقوانا سبين غنيسا درجة هذا كان هذا ماش أقول سريدة جارسا الدويدنا برواقات وبرواقات سجدة واتبعوا راع أحسن ما أحسن الذي كذا كدربت وإضافة اسم موصولنا كذا كريسا أحسن الذي كي أقوانا أحسناي
أنزل لدتي إليكم هذينك من ربكم ربكم حق يسرق سودتي ولا سودتي وحسود ما كرب كيمة مصاص كرب كيمة هذين كتاب كلا كرب كيمة خالقنا وأنا قصر ريا سبحانه وتعالى كتاب كنا سرق سودتي قرآن كرب الله كيانا سواء عوام قرب حقوليه كتاب كالله سودتي حق رقيمة ما حقوق سنة إلهي كلام كسنو يقول سنة إلهي نقصر ريا قرب أملكو عرادة مصاص صدات راضو وأنزلنا الحديد بس إلهي مده إله برتو سو أن سودك الناس ومدن برتو بمقارنة سودك إن وسوما ما وأنزلنا من السماء ما أنظر وحيد أيضا كلام كبر شو نيان ليهن وحيد يدا يان إني يرادن وهذا الكلاهي وحن لنا حديدك يا قرآنك برتو يا قرآنك وحود حيا مقارنة سا برتو وح كل ذاته تاجن مات أما قرآنك وكلام هذا النوح أباه يعتق هذاش أي أباه مركا وحي ذاته سو تاج كره ومخلوق ويا مكلا لما قال إله لون سبحانه سبحانه وتعالى لكن وحن سو تاج كر ذات أنا هين ما قرنا إسا صفاء وحباهين ذات أيكو قنط حباهين صح ما مركو ويكلا تجين وكلامك إلهي ويا سبحانه إلا الله كوه الله جل وعلا قرآن ربنا سودتي الله نقصر يا سبحانه وتعالى ما أنزل إليكم من ربكم ربك إن حقي سبحانه عليك سودتي هدينا لو سودتي ما أنزل إليكم من ربكم وحن الخراب أنا ليلا إن ليلا هذا وما تصرف لهاتين إلهي بكتاب إذن حلي سبحانه وتعالى كتاب كان لا ينسود دتي يلا دكو شرفي قات وراع كتاب كله سبحانه وتعالى من قبل أن يأتيكم العذاب عذاب كنتو صن إذن إيمان كهر مرت بقتة تسي كذا عذاب كله دوي ماده كتاب كله عدي كتبت عن ليا وعن راعن عذاب بو إيماني أما وحوي عذاب كاس أما كذو كوي ما كريا أضو هذا معوي أسك أرد يو كتاب كله خلافي أسك توري مرت شد كأرد يا جاريا كم كل سن كريا سن لما فلانة صعمها نفطه كاغد عكزي من فرا بل وحا ويان وحا دعي كره اناد مرقته حغير بياد كبت خلاص هبل وقت قسما هبل ودنها استاغان مغليسا بغته ميد اسوغو اسك عيار كوبد عيار دو دو لمارت دولكو بيال بغته ها كوا ما ميد بويا او نك عفمات اردي ومارت كوبد ارياني دولكو يالا خلاص وقت قسما ميد اسوغو اسك تشيفه اسك هرديا خلاص وا بتغي مقرنيسا وا وين سرتي وكما سوكين والله أفصل. مركا إنسانك ما جراني مر الله إيمان دوني. يلا صوت يوم ما جراني إنسان. مركا أنت أنت أصل لعين كهر. إلى وحولي سبحانه وتعالى عذابك إلهي كذا ذكوا إيمانا. وكتابك إلهي هل الراع صقل ضبط قالوا ما جراني إنسان. سدح شردي أو عباده أي كأن صحان بعيد واستبعد كتاب جراني إنسان. عبادة كو وحويان عقيدة صافية. إلهي كليه سبحانه وتعالى قف كونه ليه هاي. لبعض وحوي وأنه مسلم يسديبي أحكامته إلهي أوجان سمي سبحانه وتعالى. وأنه خالص وياهاي. وفكوا أنه راعا وحل سودتي أما النبي قال الله صدر عليه الصلاة والسلام واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب عذابكم تسنون ذين ما ننكر بغتة السكدة وأنتم لا تشعرون ووضوا وواو الحال حال الداسنة أدنكم لا تشعرون أدنان دريمين نوية مركاسي قفكم واحد عي كريسة نوصن درين سنين بمرت إنه عيار كجر إنه لهو كجر إنه مارداي سكوتشي وإلا ماذا علاب كذا كذا وكوي ما سمعت وأنتم والحال أنتم بدونك لا تشعرون أنك أنت دريمين أن تقول نفس بادروا قبل أن تقول نفس وردك دقة إلهي كتاب كيس الراعتين كيس ودك دقة حرق اللقة لتين كيس ودك دقة أن تقول قبل أن تقول أنت سندهن كور نفس كل نفس بالوجه ده نفس لما أنت أنت سندهن يا حسرة الله قوم الله شن لا يتدري اللي هو جي وباي تسولر مارت على ما فرطت وحن كحد قد بي في جنب الله إلى حق سبحانه وتعالى الله حق سبحان مال وقطع سبحانه وتعالى نف أنت يسنده النكر وإن كنت وإني أنا كنت وحنها لمن الساقرين كوا كتشيس تشيس إلهي آيات كيس كتاب كيس رسوش كيس يا مؤمن أنت كوا كتشيس تشيس أيان كمدة أنت سقف له النكر وروح ويا إلهي الراع من هتشيس كتاب كيس الراع أن تقول لألا تقول ولا إلها إن يسن أورانين أما وح ويا وحلا إيشاز بلاغيها كتر ولا سوق جابي هذاك بادروا ودق دقة ويا فبادروا دق دقة مرتي إن أعماش لا دق دقة قبل أن تقول أنت يسن له النكر نفس نكرة كتر تاعي توين كتر توين عوض نفس كل نفس ويا نفس وكل نفس كلو دغتا نفكست انت يسندهن يا حسره لغه العربيه وحال الى يا حسره وحكلو الى يا حسرتي
نوالي دمارت آه ثم فلان إنسان تأذى حسرتي يأذى واحد لقوب بدلا تأبى وعرفه لقوب بدلا غدا عربي يا ويلتا إيوه يا ويلتي هاي آه دمارت يا يعني ندامي وندامة آه زعما يا حسرتا يا حسرتي لو قرب ولا خلي تسمع مركا يا حسرتا يا ندامتا ويا الله هو غيوب بعي ويا نعم فرد عليك قلنا يقفك يا حسرة حسرة وعقتنا سمعنا أذو حبق بانكرين حرية فن عليك الدعين آه مركي لجار قيام مرت وحبا أن دبل الله بانكرين يا قفك وفرت لحدك قلنا يا مركي أنت نشان لا ينبا ما أنت كان سيستاوي ويا يا حسرة معك قل قف معك قومان يا معك شن يسني معك ولا عسين معك عنيا على ما فرت حد قدب كان حد قدبي أما واحد الجابين تان كجابي بالحقيقة فرطت صومالي حد قدبي كل شيء قال الحقيقة وحوي أنا كجابي ويا لأنه فرط وكجابي ويا آه وحلا الإفراد والتفريد وحلا داجرة الإفراد والتفريد من وا كجابين من وا كدارين ويا المفرد وكي كجابي ويا المفردنا وكي مجرنا يس كديري آه لبضو بوا لبحم ويا آه شيء قاعد ما جرنا وجود دري إن أدمارتي إلهي سبحانه وتعالى إن العبايس كجابسونا ووحن إن العبايس عدك لأوجو الدرتونا ووحن ويا مفهوم قرانيسا مركا هو مفرد يا مفرد ويا مركا أنا كلا وحن ويا على ما فرطت وعن كجابي وعلى ما فرطت فيه جنب بالله إلهي دين عيسى سبحانه وتعالى إلهي أوامرته أمري سبحانه وتعالى كل جين وعبدوا الله أمره وهذا مفرد في عبادة الله إلهي عبدتان كيس كل جين عبدي أي عبادة عيسك لو قدر آه سبحانه وتعالى مرك حق إلى بك جابي صمة إلى عبادة خالصة أو صافية أو حلو قدرين إنه سيئ هذول وصعدك للعبدين سبحانه وتعالى إلى عيد عيدك لا تقط وإلى عيدك لا برضه وإلى سبحانه وتعالى عيدك لسوا ديبت هذا وحويا مفرد في جنب الله إلهي عبادي حق السبب نعمل وقدر آه مركون ما أنت قيام الوقف كفرت وكعقان يا مجرنيسا على ما فرطت في جنب الله أنا ما فرطت في حقوق الله سبحانه وتعالى الله أمرني أنا أعبده وحده لا شريك له إنه وحده كل يعبده إله أمره سبحانه وتعالى عدك لأن عباده أقول ضرع وهو مفرد في ذلك وكحد قد مارت نبي محمد الرعاية هذا عليه الصلاة والسلام نبي أقواشته وطوردته وكلام مدقة عليه الصلاة والسلام هذا مفرد في حق الرسول عليه الصلاة والسلام حق النبي مارت وكجابي عليه الصلاة والسلام شرع على إلهي الرعاية كتابك إلهي برغفكم أنت صفرت لحك قينا يا على ما فرطت في جنب الله وحكم يا ويساس ويا غفكم مرت آه. وإن كنت إنتاني وحويا ومخففة من الثقيلة أنت اللي إرادو علماء النحاض لمن مذهب إليه هنا مذهب كجمهورته إن هو بإرادان ضمير بيقعد ضمير شاء اللي إرادو لكن وحا النحاض حوق بلان باليرو في عن إن ضمير مناسب لو قدره وإن هو إني ليراد مرت أنا كنت وحناها لمن الساخرين كوا كوتشيس جيسا كوا تشيس جيسا ما أنا وعجلة بنا ما هو كوتشيس جيسا وحويا وحيلا فربان والقرآن كان أفسر وحوج جيسا قيامة وحولية متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قر ما يدعى عيسى قيامة أنا صح ما قيامة فوجستين نبيك كوتشيس جيسا عليه الصلاة والسلام وصاحر وكذب يراد شرع الإسلام كوتشيس جيسا حتى فرينك إيوه مقرنا إيسا هدي قف كوتشيس جيسا من الساخرين بكم من غريب ما قرنا يسا يحكمت إليه سودة شيء لما أنت سبحانه وتعالى عندك وجه جيسا وحويا الوجوه عياره الوجوه جيس جيسونا هاي كميت أنا الرومين رومين لا أنتم كفر ويان آيات كإلهي سبحانه وتعالى مركز ولي وإن كنت وحناها الدين ما كان كنا ولا لا من الساخرين بشرع الله سبحانه وتعالى شرع الله كوجه جيس جيسا يعني مرك أنت النوع على جارين كهر ما أنت كان سبحانه يسناه أنا جي يديك بالتوفيق الله إن وافقيه سبحانه وتعالى كتابك إلهي أن قبصنا تاسا مصلحة وإن أقول شرطا توفيدا الله إن وافقيه وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله خدمنا إن شاء الله وأودينا كبعدنا وحن كدر الدونا إن شاء الله تفسيركم كان أخونا وحير كبعدي وحن كدر الدونا 40 نووية بركة سنة هنا إن شاء الله تعالى آه أنا وصوقها منها يوليبا 40 كإن شاء الله تعالى تفسيرك ها حوغا يربان راس قادنا انا فدينا انا متكلتينو مركاس 40 كدرينا ان شاء الله ناوي اه مال المعلومه كميدنا سيران كدغينا سيران ودينا مركا تشدوكا واسو ديارين لكن وا ودينا ان شاء الله تعالى بارك الله فيك السلام عليكم.